متابعينا الأعزاء على بركة الله تعالى. إذن انطلق هذا الشوط بهذه التحديات وبهذا الاندفاع الممتاز هنا بهذا الانطلاق، انطلاقة هذا الشوط لما يحمل لنا في طياته المفاجآت والكثير والكثير. ننطلق مشاهدين ومتابعين الكرام مع أول الأسماء وأول المنطلقات هنالك بهذا الشعار وهذا الاسم الممتاز. نعم بهذا الاندفاع بهذا الشعار مع انطلاقة هنالك براق مبارك بن عبد الله بن مسفر السفران ينطلق في هذه اللحظات ثاني المراكز. الله الله وصلت الذيبة سالم بن زيد بن نديله المري، ولكن وصلت أحد الأسماء وصلت أحد الشعارات هنالك الخريطيات محمد بن علي بن ناصر العطية بهذا العطاء الممتاز رابع المراكز ورابع التحديات. هنالك مزايا سالم بن صبيح بن خميس العويسي خامس المراكز. الله الله من بدأت تنطلق وتحلق حمد بن صالح بن حمد بن محمد بن جرح بالمري مع الشاهينية. الله الله انطلقت هذه التحديات بن سفران ينطلق في هذه اللحظات ولكن بن جرح يحاول على ثاني المراكز مع تحديات الشاهينية، ولكن بن سفران مع الذيبة أو مع انطلاقة هذا الشعار مع براقة مع الناموس مع مبارك ومبارك يمبارك يا بن عبد الله يا بن مسفر يا بن سفران. تهانينا والفي مبروك لمبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران عن انتزاع براقة لناموس هذا الشوط ثاني مراكز. كان هنالك والتواصل مع شعار حمد بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب مع الشاهينية ثالث المراكز، والتواصل مع انطلاقة هدف مع جابر بن علي بن جابر بن نجم المري رابع المراكز وخامس المراكز. نتركه لجنة الخط والتحكيم. مشاهدينا الأعزاء تهاني ألف مبروك لمالك براقة مبارك بن عبد الله بن مسفر آل سفران على انتزاع الناموس في هذا الشوط وشوط الختام، فكان ختامها مسك مع هذا الشعار مع براقة مع عبد الله مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران. ساعة الوصول معلن الفوز والانتصار في هذه اللحظات بهذا الاندفاع الممتاز. لحظات ونوافيكم مشاهدينا الأعزاء بالتوقيت الزمني ساعة الوصول لبراقة، ساعة الوصول لبراقة دقيقتين واحد عشر ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والفي مبروك لبن سفران ثاني المراكز، والتواصل ثاني المراكز دقيقتين واثنى عشر ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والفي مبروك لمالكي مزايا سالم بصبيح العويسي ثالث المراكز، وساعة الوصول دقيقتين وثلاثة عشر ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والفي مبروك لمالك بن صوغان صالح بن علي بن عبده المري. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء هكذا كانت هذه التحديات، ونستودعكم الله، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.